للمزيد ينضم إلينا دكتور تحسين شعلة أستاذ التكنولوجيا الحيوية البيئية. دكتور برحب بك معنا يا فندم. إلى هذه التغطية، من الواضح أن مسألة التغيرات المناخية لا تقتصر على قارة أو بلد حتى بعينها، لكن تشمل كل دول العالم وكل قارات العالم. نتحدث عن هذه التغيرات المناخية المتمثلة طبعا في سقوط وهطول أمطار غزيرة تصل إلى حد الفيضانات في بعض البلدان. كنا نسمع عن هذه الفيضانات مرة كل عقد، لكن أصبح بشكل متكرر. أيضا مسألة ارتفاع درجات الحرارة وصولها إلى الحرائق في بعض البلدان وبعض القارات. تفسير حضرتك لهذه الظواهر وزيادة مسألة هذه الظواهر في الأيام الماضية، تفضل. اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه بصبح على حضرتك والساده المشاهدين، وبقول للساده المشاهدين كل عام وحضرتهم بخير بسبب اعياد شم النسيم، مناسبه اعياد شم النسيم. في البدايه طبعا حضرتك ذكرتي حاجتين مهمين جدا، وفي التقرير برضو تم ذكر حاجتين مهمين جدا، اللي هو بدايه ظهور ظاهره النينو في يونيو 23 وارتفاع درجات الحراره بمعدلات غير مسبوقه. هم حاجتين بيتموا مع بعض، ارتفاع درجات الحرارة وظهور ظاهرة النينو مع زيادة انبعاثات الكربونية بيؤدي إلى احتباس حراري. الاحتباس الحراري ده بيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في طبقات الجو الدنيا، وبالتالي بيزيد معدلات البخر بزيادة غير زيادة ملحوظة، بتؤدي إلى هطول الأمطار بمعدلات غير مسبوقة. يعني مثلا في الإمارات مثلا من الأمطار اللي نزلت على الإمارات مثلا المعدلات بتاعتها ديت يعني ما لم يسبق لهطول الأمطار بتلك الغزارة منذ 75 عاما. بنتكلم على 254 ملي مية في 24 ساعة، بنتكلم على خسائر اقتصادية بالمليارات، بنتكلم على خسائر الاقتصادية تطول الإمارات وتطول عمان وتطول أمريكا والبرازيل وجميع دول العالم دون استثناء. الواجب ذكره في هذا المنطلق أو في هذه التغيرات المناخية التي لم ولن تتوقف عند هذا الحد، بل ستزيد حدتها خلال الفترات القادمة. ظاهرة النينو من المتوقع أنها مش هتنتهي في يونيو 24، يعني في بعض الباحثين أشاروا إلى أن ظاهرة النينو من الممكن أن تمتد إلى نهاية هذا العام، وأن يشهد هذا العام صيف حار جدا، فبالتالي ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة حرائق الغابات، زيادة الاحتباس الحراري، زيادة الانبعاثات الكربونية، زيادة تلوث الهواء. كل هذا مرتبط بحاجة واحدة بس، مرتبط بأنه يجب أن توقف عن استخدام الوقود الأحفوري والانتقال التدريجي لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. هذا ما يفعله جمهورية مصر العربية في جميع الدول العربية. يعني بنتكلم على أن مصر هي الأولى على مستوى الدول العربية في عملية التحول إلى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، على الرغم من أن جمهورية مصر العربية وباقي الدول العربية وأفريقيا بمجملها تأثيرها على التلوث البيئة والتلوث المناخ أو تلوث البيئة عموماً أو الانبعاثات الكربونية. لكن دكتور تحسين، يمكن بالحديث عن الدولة المصرية، عفوا عن المقاطعة والقارة الإفريقية بعينها، الحقيقة إنه الدولة المصرية بالفعل أخذت العديد من الخطوات للانتقال إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إن القارة الإفريقية هي الأقل سببا في أحداث هذه التغيرات المناخية لكن الأكثر تأثرا بهذه المسألة. من وجهة نظرك، هل الانتقال إلى الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأحفوري أو حتى مسألة عفوا الهيدروجين الأخضر هو أمر سهل أو أمر غير مكلف بالنسبة للدول الأفريقية؟ ده شق من السؤال. الشق الثاني، يعني استعدت كل دولة حضرتك، يعني كل حكومة اتخذت العديد من الإجراءات، تقييمك لهذه الإجراءات اللي تم اتخاذها من قبل بعض الدول الأفريقية؟ في البداية الانتقال للطاقة الجديدة والمتجددة احنا بنتكلم على الاعتماد على المصادر الطبيعية. يعني مش شرط ان انا استخدم الهيدروجين الأخضر، أنا ممكن استخدمه طاقة الرياح وطاقة طاقة الشمس أو الخلايا الضوئية. فبالتالي الموضوع في إنتاج الطاقة ليس من الضروري أن أنا أعتمد على الهيدروجين الأخضر إذا كانت تكلفة إنتاجه من الممكن أن تكون مكلفة، لكن هو بقى بيقول يعني هي حاجة لابد منها، يعني بقت واجبة. الدولة المصرية كان عندها استراتيجية انها يعمل تعاون مع شركات اخرى لتسهيل عملية الانتقال التدريجي للطاقة الجديدة والمتجددة، وبالتالي من الممكن ان تكون مصر هي المصدر الوحيد لانتاج الهيدروجين الاخضر في الشرق الاوسط بالتعاون مع بعض الدول الجوار.
او الدول العربيه زي الامارات او الدول او السعوديه. فبالتالي جمهوريه مصر العربيه من الممكن انها تمد الدول الافريقيه بالهيدروجين الاخضر، لكن لا يجب ان نعتمد تماما على الهيدروجين الاخضر، في هناك الكثير من مصادر الطاقه الجديده والمتجدده موجوده في الطبيعه، فبالتالي ليس هناك اي عذر للاتجاه الى الطاقه الجديده والمتجدده، لكن الواجب في الوقت الحالي هو انعقاد مؤتمر قمه مناخ طارئه لاتخاذ الاجراءات اللازمه للاتجاه التدريجي من الوقود الاحفوري للطاقه الجديده والمتجدده. ما يحدث الان في جميع دول العالم من وفيات ومن اضرار ومن تدمير للبنيه التحتيه لجميع دول العالم دون استثناء، ما يحدث من ما سيحدث خلال الفتره القادمه، لان زياده ارتفاع الامطار، موجود مياه راكده، انتشار بعض الحشرات زي البعوض والبراغيث والكثير من الحشرات التي ستنقل امراض، كانت الامراض دي كانت اندثرت منذ قديم الازل، فبالتالي ان رجوعها في تلك الفتره من الممكن ان يكون لها اضرار اخرى، يعني ظهور مثلا التيفويد او الكوليرا مره اخرى خلال الفترات القادمه مع ارتفاع درجه الحراره وزياده المياه الراكده الناتجه عن الفيضانات والامطار، ده هذا نذير خطر جدا خلال الفتره القادمه. فبالتالي جميع دول العالم متضررة مما يحدث من التغيرات المناخية وتبعاتها. فبالتالي الدولة المصرية مع دولة الإمارات الشقيق خلال المؤتمرين 27 و28 في قمة المناخ هم اللي كان لهم المردود الإيجابي. طب انعقاد قمة المناخ في مدينة السلام شرم الشيخ كوب 27 السنة الماضية، وفي هذا العام أيضا انعقد في الإمارات كوب 28، ألا كان من المفترض أنه بعد هاتين القمتين يشكلون يعني نقوص خطر بالنسبة لدول العالم باتخاذ مزيد من الإجراءات لتقليل هذه الانبعاثات الكربونية؟ احنا جمهورية مصر العربية حتة صندوق مواجهة الكوارث والمخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية، وكان جمهورية مصر العربية لها المردود الإيجابي فيها في هذا المؤتمر، ولها البداية والريادة في من خلال النتائج أو توصيات الناجمة عن هذا المؤتمر. تبعها الإمارات اللي أخذت من صندوق مواجهة الكوارث كبداية هناك في دولة الإمارات الشقيقة خلال المؤتمر كوب 28. المؤتمرين دول كان بيهم بنقول هم بارقة الأمل الوحيدة لحماية الكوكب من مخاطر التغيرات المناخية. وبالتالي ما يحدث الآن يجب اتخاذه كنقطة إيجابية، أن يجب حصر الخسائر الاقتصادية بما يوازي، الإعلام ولن يوازي ما تدفعه الدول العظمى للحد أو التقليل أو الانتقال التدريجي من الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الجديدة والمتجددة. جوتيريش أشار في خلال كوب 28 أشار إلى كلمة، ويجب أن الكلمة دي تبقى كوت أو كلمة حكمة كده لجميع دول العالم. هو قال خلال مؤتمر كوب 28 يجب التوقف النهائي الآن عن استخدام الوقود الأحفوري. فبالتالي هو كان على دراية صحيح. كاملة بما يحدث الآن وما سيحدث مستقبلا. يعني أنا أقول لحضرتك أعتقد العالم كله يمكن دكتور تحسين أصبح يعي ويدرك مسألة التغيرات المناخية وتبعات هذه الظواهر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور تحسين شعلة أستاذ التكنولوجيا الحيوية البيئية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.